أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة تطوير العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وإقليم كردستان العراق في شتى المجالات، مشيرا إلى الحرص على تنمية مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع إقليم كردستان العراق والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يسهم في فتح آفاق أرحب من الشراكة على الأصعدة كافة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء. لدى لقائه معالي السيد مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين وإقليم كردستان في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالخير والنفع على الجميع. كما جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب معالي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام بمواصلة تطوير العلاقات بين مملكة البحرين وإقليم كردستان العراق نحو مستويات أكثر تقدما، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار.